رح نتابع محطاتنا مع حلقة سينما وضيفة بالستوديو. ما كان بدي احكي اكثر عن الحلقه قبل ما بلش الحلقه. مزبوط، اليوم معي ضيف عزيز وصديق عزيز واللي هو مخرج. فعلا كل ما بيعمل فيلم بيفاجئنا فيه لانه بيكون فيلم احلى بعد من اللي عمله قبل. اليوم معنا المخرج اللبناني هادي زكاك. هادي صباح الخير. اهلا فيك وينعاد عليك يا رب. وعليكم. وكمان بدي اقول انه هادي مريض بس تحدى كل الظروف ورغم كل الظروف اجى لحتى يكون معنا اليوم بالحلقه. لا اذا في دموع نزلوا مش تاثرا مش تاثرا بالحلقه، لا هو مش تاثرا، هو لانه سبب هالطقس العاطل والأمراض. هادي بالأول بدنا نقول أنه بدنا نحكي اليوم عن عدد من الأمور. بدنا نحكي عن فيلم كمال جملات الشاهد والشهادة، بدنا نحكي عن مشاركتك بدبي، وبعدنا نحكي كمان عن الفيلم اللي ناطرينه نحن يا عمري. هادي الشاهد والشهادة كان عنده استحسان كتير كبير من قبل الجمهور والنقاد وأيضا من قبل الجوائز الفرنكوفونية اللي حست عليها جائزة مؤخرا. خلينا نرجع نعمل مثل نظرة شاملة عن الفيلم، وليش تشعر أنه هيك فيلم جذب الجوائز الفرنكوفونية لحتى تمنحك هي أفضل جائزة؟ هلا هو الفيلم مثل ما بتعرف نزل سنة 2015 بالصلاة اللبنانية، وبعدين كان عنده مشوار بالمهرجانات ويمكن هيك خلص مشواره نوعا ما بجائزة الفرنكوفونية الأفضل فيلم وثائقي 2016. هلا أنا ما كتير في قيم ليش وكيف لأنه مثل ما عرفت كان في 160 حدا عم بينتخب أفضل فيلم، ويبدو أنه هو أخذ العدد الأصوات الأعلى من بين أفلام مشاركة من عدة دول فرانكوفونية، من فرنسا وبلجيكا ودول أفريقية. وبعتقد هذا شيء أنا حتى فاجأني لأنه الفيلم مثل ما بتعرف كتير عنده خصوصية لبنانية وعربية. مزبوط. وما كنت بعتقد أنه في طال أكتر من هالخصوصية بقى يكون عمل هالمهمة كتير منيحة لإله. والهو الحلو فيه كمان لأنه كان هالفيلم البيوغرافي أو هالفيلم اللي بيعبر عن شخصية كل الناس بتعرفه، يعني اللي هو المعلم، واللي انشغل بطريقة كتير حلوة، يعني اعتبر يمكن أنه حيالله شخص ممكن تغطية حياته أو الحديث عن سيرة حياته بهالطريقة يمكن بتعبر عن حيالله زعيم بحيالله مكان بالعالم. كانت شوية ردود الفعل كمان أنه من خلال الشخصية قدام نقدر نتعرف على تاريخ لبنان ونفوت بكل تفاصيل هالتاريخ، وكمان بعتقد من خلال المعالجة تبعوله. هون عم نشوف مشاهد من الفيلم وعم نشوف او تريلر الفيلم، وايضا رح نشوف كمان صور بالجوائز الفرنكوفونيه اللي صارت بكازينو لبنان من حوالي الشهر تقريبا. صح. بلبنان كمان. هادي انت عرفت بنمط كتير مهم واللي هو نمط الافلام الوثائقيه، هيدا اللي كنا دائما نقول انه يمكن الفيلم الوثائقي ما بياخذ حظه، ما بياخذ نصيبه من النجاح، ما بيقدروه العالم قد افلام تانية، انما انت بقيت مصر على هالنمط والحمد لله نجحت فيه. هي أنه لأنه مثل ما بنعرف دائما الفيلم الوثائقي لفترة طويلة كان بشكل عبء بعتقد على المشاهد، أنه فيلم وثائقي يعني معلومات بحث وبده يزهق وكأنه عم بياخد درس. ايه وما بيروحوا بيشوفوه بصلاة السنة ما بيعتبروه. بعتقد بالسنوات الأخيرة أنا والعديد من زملائي خرقنا شوي هالإطار ورجعناه لبداياته اللي هو قبل كل شيء فيلم سينمائي مش تلفزيوني، وفيلم بخلي المشارك يعني يكون في مشاركة بين المشاهد والفيلم، والمعالجة بتختلف وكيف بتخبري، يعني أنه في قصة بالنهاية كمان. صحيح. كيف بتخبريها من هون في حتى في والأثر من الروائي على الوثائقي ومن الوثائق على الروائي، بهيدي الحدود وقت خلص أنت بتتحرري منها بصير الفيلم الوثائقي فيلم سينمائي مثل ما هو الروائي. صحيح صحيح. هادي من بعد ما حكينا عن فيلم كمان جملات بدنا نحكي عن مشاركتك بمهرجان دبي السينمائي واللي كان فعلا هالسنة فيه وجود كتير مهم للأفلام اللبنانية، وأفلام اللبنانية فعلا عندها تقلة وكلنا ناطرينها هلا مع هالموسم اللي جاي إن شاء الله مع أول كم شهر بخلال العام 2017. أنت كانت مشاركتك بفيلم يا عمري اللي رح نحكي عنه مفصلا بعد شوي، بس بدنا نقول عن أنت كيف شفت النظرة الشاملة للمشاركة اللبنانية بمهرجان دبي السينمائي الأخير؟ إيه كان في مشاركة لبنانية ملفتة 17 فيلم، بعتقد اللي كانوا مسيطرين أكثر شيء هن اللبنانية والمصريين. إيه. وكان في
منافسة حتى قوية جدا بين الكل وبين اللبنانية، وكمان كان في غنى بالأفلام يعني بين الروائية والوثائقية والأفلام القصيرة، والبعض منا اللي كمان اتوج بجوائز منا بالفيلم الوثائقي اللي هو بدبي اسمه الفيلم غير الروائي، وحتى بالفيلم القصير. وكانت نصيب الجائزة من لمنيا عائل كمان، فيلم كتير حلو اسمه سب مارين، وغنى كتير كمان بالمواضيع اللي إن كان المواضيع اللي كتير مرتبطة بالحاضر، بالعنصرية، بحتى انعكاسات الشيء اللي عم بيصير بسوريا أو أشياء العلاقة بذاكرتنا المشتركة. وهون كمان إذا بدنا نعمل بس هيك بشكل كتير سريع ملخص عن الأفلام، يعني كمان بغير يا عمري كان في كان نار من نار للمخرج جورج الهاشم، كان في لسن أو اسمعي للمخرج فيليب علاء تنجي، كان في ذا ترافلر أو المسافر للمخرج هادي غندور، وكان في مجموعة كبيرة فعلا، يعني كنا عم نشوف مخرجين عم بروحوا يحضروا أفلام لغيره من المخرجين ولمجموعة كبيرة من الممثلين المخضرمين اللبنانيين أيضا كمان هناك. طبيعي وكان في كتير أفلام منهم، ربيع وفيلم أليان راهب ومهر أبي صمرة، صحيح كانت جايزة وقتها للفنانة جوليا بربيع، بقى كان في كل هيدا الحركة. بالإضافة كمان كانت مثل العادة بدبي مناسبة لتكتشف كمان الانتاجات العربية الأخرى، إن كان السينما التونسية اللي بالسنوات الأخيرة عم ترجع تقدم لنا أفلام كتير ملفتة، كان في فيلم كتير حلو من حبك هادي اللي سبق ونعرض ببرلين، أفلام مصرية كمان جديدة، بقى في كل هيدا الحركة. يعني دبي حاليا كتير هو بفرجة كل الحركة السينمائية العربية، من هيك كمان حضوره بصير كتير ضروري. صحيح، وخاصة وأنه عم بيكون صار مثل هب، يعني خلص صارت للمخرجين اللبنانيين والعرب وأيضا الأجانب اللي صاروا بيصروا أنه يكونوا موجودين بخلال هالمهرجان اللي صار فعلا محط أنظار كل العالم يعني السينمائي. ايه صار محطة أساسية، وبعدين غير أنه عنده ميزة كتير مهمة بتنظيمه بكيفية عرض الأفلام، والتنظيم شغلة لأنه نحن غالبا بالعالم العربي بنفتقر للتنظيم، بقى يكون في مهرجان كتير منظم منيح، هيدا لوحدة شيء فريد ومميز أكيد. وناطرين إن شاء الله تراموتان أو ربيع اللي كان كمان شارك بمهرجان كان السينمائي العام الماضي، وناطرين إن شاء الله محبس للمخرجة صوفي بطرس كمان اللي كان في كاست كبير أيضا بخلال هالمشاركة. وقد ما كان في أفلام لبنانية آخر شيء أنه كمان الواحد لأنه بده يحضر الأفلام الأخرى بيعرف أنه بلبنان في يحضرون، بقى كمان بصير عم بركز، وغير أنه كمان كان في أفلام أجنبية كتير مهمة من كان لوتش وواجدة، ويعني كل الأفلام اللي كان لها ظهور كتير مهم بالمهرجانات مثل فينيز وكان كمان كانت موجودة. نحن هلأ عم نتذكر كمان شوي الأفلام، يعني كمان ناتس ورقة بيضة اللي رح ينزل كمان إن شاء الله بخلال هالشهر للمخرج بغياز هو اسمه هو أجنبي المخرج مع ممثلين وإنتاج طارق سيكياس، إن شاء الله بيكونوا معنا بعدين بحلقات بخلال عالم الصباح. رح نحكي غير أنه في طلع فيلم كمان هوليك من حبك يا هادي، في فيلم يا عمري لهادي اللي بتحكي فيه عن علاقة كتير حلوة أنت بجدتك. بقى خلينا نعرف الناس عن يا عمري ونحكي كيف اشتغلت عليه مع هالسيدة الكبيرة المسنة اللي هي جدة تبعيتك. هو فيلم متابع على الشيخوخة، خاصة أنه ست يعني عاشت العمر 104 سنين، وأنا كنت عم تابعه وعم تابع شوي تحول الذاكرة وشو بصير بالذاكرة، وهي يعني ظلت يعني في أكيد مفعول سنوات طويلة من المتابعة وفي تفكير من خلالها بحياتنا كلنا أنه شو ناطرنا. خلينا نشوف تريلر يا عمري هادي ومنرجع منتابع. شو اسمك؟ شو اسمي أنا؟ أريت. وأدي عمرك؟ أدي عمرك؟ إنك مين عم تسأل؟ أنت عم تسألني؟ إيه سألني أنت ليش عمري؟ أدي عمرك؟ أنت عرف أنت ليش عمري أنا؟ أنا بقول عمرك مية وسنتين. داش؟ مية وسنتين. ياي ولو مية وسنتين وبعد ما بعدني ما مت؟ لا لا لا
مية وسنتين هالقد الآن هاي ميتي كل هالقد. طب قد ايه عمرك؟ الست ما بيسألوا عن ست عن عن حكة عن حكية بشوف عن حكية عن مش عن أم كمبرندي في رح نشوف كمان صور عن الفيلم. هذه فعلا هون في صعوبة كتير عم تتعامل مع سيدة مسنة وبعدها اسم الله عليها عم تقول لك عند البروتوكول اللي بيصير انه ما في حدا بيسأل ست عن عمرها، يعني بهالعمر الكبير اللي كانت فيه كانت بعدها مصرة على هالامور اللي كل ست بتقولها بحيالة عمر، يعني بس تصير 29 بيقولوا اطول 10 سنين بحياتها هي بين 29 و30 للسيدة ومن بعدها بتكفي هيك القصة. لأم قديش وقت اشتغلت مع ستك على هالفيلم هادي؟ هلا هو فعليا انا من التسعينات كنت عم صور ستي للمحافظة على ذاكرتها، كانت هي بالثمانينات. بس اللي صار انه وقت وصلت على عمر المية وكنت عم بصورها كانت اول مره ما بتعرفني بقى. بقى حسيت كانه المشروع التوثيقي صار لازم يتحول لفيلم. ومن هون انتقلت مع فريق العمل لتصويرها بيومياتها ولاعاده احياء الذاكره، واللي هي فعليا كثير ملفته الذاكره لانه في ايام بترجع في هيك يقظه ملفته جدا. وبنشوف انه في اشياء بتضلها ثابته بالوعي بالذكاء بالفطره كمان، وهذا الشيء اللي كنت عم تابعه معها. وقديش كمان كانت عمليه التصوير لالنا اثنيناتنا ان كان لالها او لالنا هي مثل اعاده احياء يوميه بقى. كانت تجربه اكيد صعبه ومؤثره لانه كمان الواحد عم بيتعاطى مع شخص كتير قريب منه وعزيز على قلبه وبنفس الوقت انه عم بيتحول كل هذا الشيء لفيلم، بده الواحد يعرف كيف يتعاطى فيهم وكيف يقدر يخلي الخاص كمان يكون عام. صحيح مش بس هو الفيلم عن ستة، يعني فيلم عنا كلنا، عن ستنا وامنا وكل واحد منا. صحيح، يعني هون عم تقول عن شخص انت يعني فتحت عيونك ولقيته موجود بحياتك وبعدين حسيت الفرق اللي عم بيصير مع مرور الايام كيف عم تتغير حياتها سنة بعد سنة. هذه هي رحلت بعمر 104 سنين مباشرة من بعد انتهاء الفيلم بال 2013 بعد انتهاء تصوير الفيلم. ملفت انه نحن وقفنا تصوير بشباط وهي راحت بنيسان. كأنه نطرت الفيلم ده حتى يخلص يعني. ايه ما بعرف يعني، بس كمان هيدي شغله من في دائما اشياء لا تفسر. اكيد 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 الله يرحمها، خاصه وانه مثل ما ذكرت يعني هذا الشيء كثير صعب واحد يقدر يفصل كمان الشخصي عن العام وايضا يرجع يدخل الشخصي بالعام، يعني هون كان عندك هالشغلتين مع بعضهم عم يدخلوا. وغير انه غالبا بكل افلام السابقه كان كل شيء شخصي في يكون كثير على بعد منه، اذا انا عم بتعامل مع شخصيه سياسية أو سيارة أو إلى آخره. هون كنت معرض أكثر. صحيح، يعني كان في فعلا على عاطفة اللي عم تلعب دور واللي عم تغلب كمان على هالموضوع. أكيد، ومن هيك كنت بحاجة لمسافة وبعد، من هيك أخذ معي وقت لأرجع أتعامل مع المادة لأوصل على المونتاج وأعرف كيف أتعامل معها لأوصل بالنهاية للفيلم. صحيح، ولهالسبب مثل ما قلت كان انتهى الفيلم بال 2000 كان تصوير 2013 واليوم يعني لحتى صدر. لحتى صدر اكيد مثل ما قلت بدك انت بحاجه لهالفتره الزمنيه لحتى واحد يقدر يطلع من هالشغله. لا يطلع فيه. وغير انه عندك اكيد مواد متراكمه عبر السنوات لا تعرفي كيف تتعاملي معها، مثلا لانه يوميا بالمونتاج بصير كمان عندك حدا عم بتعيشي وتموتيه يوميا. صعب كثير، وخاصه وانه عم تتغير، يعني انت ماشي معه بحقبات زمنيه متعدده، يعني بيفرق عليك الشخص أكيد. كمان من كاسات لكاسات اذا فينا نقول، او من لانه حتى الفيلم في اختبار لكل انواع مواد التصوير، الفيديو حتى كيف تحولت عبر السنوات، التسجيل الصوت كله حتى تقنيا تغير. مزبوط. انا هون بدي احكي على الموضوع التقني كمان، هذه الدريم تيم اللي بيشتغل معك اللي هن اصدقاء كمان وانا بحبهم كثير، منهم مهاب شان احساس مهندس الصوت وشخصيات عديده، خلينا نعددهم هالاشخاص اللي خلص صاروا جزء من شغل هذه زكاك وبينتقلوا معك من عمل للثاني. طبعا هن العائله السينمائيه زاك فيلمز اللي في
فيها ميريال أبو الروس مديرة التصوير، نعم. مهاب مهندس الصوت، أميل عواد موسيقى وتصميم الصوت، لياس شاهين المونتور. يعني هدول الأركان الأساسية، يضاف إليهم دايما أشخاص تانيين موجودين من محمد همدر للبحث وأشخاص آخرين كمان بضلهم. يعني بهذا الفيلم كمان رجعت تعاونت مع دافيد حبشي لملصق الفيلم، بقى في عائلة اللي هي إذا بدي كمان ركن أساسي لدائما إنتاج الفيلم. وقت عم بحكي إنتاج من كل النواحي، حتى إنتاجه كمان بالمشاركة. صحيح. وهون لما بنحكي إنتاج كمان، إذا ما نحكي عن الإنتاج الشق الإنتاجي، يعني على صعيد التمويل اللي بده يصير للفيلم، لأنه مثل ما قلت يمكن بالأول بلشت على صعيد مش هواية، بس أنه كانت على صعيد مش محترف أول ما بلشت تصور لغاية ما تطورت تصير احتراف. قديش كمان عم تقدر تشتغل على موضوع الإنتاج، إن كان من ناحيتك أنت أو من ناحية البحث عن منتجين، لأنه مثل ما قلنا كمان الفيلم الوثائقي ما بيشد غير المنتج. هي بعتقد هي من وقت ما عملنا يعني هالهيكلية اللي اسمها زاك فيلمز، واللي كانت بلشت بمرسيدس، كان الانطلاق انه دائما بالفيلم الوثائقي في كتير اشياء بتكون عم تصير قدامك ما فيك تنطري ليجي لك تمويل. يعني ما فيك تقول لستك لحظة بدي اجيب تمويل وبعدين بنبقى نصوري. بقى من هون كان هيدي الهيكلية اللي عطت حرية انها تقدري دغري انت تجي تصوري، تعمل البحث، تكون عم تشتغلي بانتظار انه بتأمن تمويل، او الافلام الاخرى اللي عم تنجيها بتقدر هي تأمن لك تمويل لافلامك الخاصة اكتر. فهيدا الهيكلية هيك المطاطة اللي بتعطي كمان حرية كبيرة وضرورة لتقدر تعمل فيلم، ما تكون مقيدة فيه انه لازم خلص التصوير بهذا التاريخ ولازم سلم والى اخره، لانه الوثائقي رسماله هو الوقت. صح. الوقت قبل كل شيء، بده يكون عندك الوقت لتصوري، وبده يكون عندك الوقت لتفكري بالمواد، ويكون عندك البعد الكافي. اكيد في انيه الموقف، يعني مثل ما قلت ما في واحد ينطر انه عنده فكره براسه في ينطر عليها، لا، في شغله دغري بدها تتصور بانيتها ما في واحد ينطر عليها. أكيد. لانه اذا خلص قطعت راحت القصه، ما بقى يرجع يلقطها. الوقت هو اثمن شيء. أيوه. مش انه نحن هون بفيلم روائي لترجع تقولي برجع بكونها او برجع بركبها، انه برجع بجيب الممثلين. خلص ما في واحد يرجع يعملها. هذه نحن ان شاء الله بانتظار الفيلم قريبا بالصلاة، بعد ما تحدد الوقت. بعد هلا لانه في اكيد بده يروح على عدة مهرجانات بعد دبي، وبده اكيد تم الاختيار الوقت المناسب للعرض سينمائيا. كمان دائما بتعرف الفيلم الوثائقي بده دعم اضافي. صح، خاصه وانه لحتى يطول اكثر بصلاه السينما، وهذا الشيء اكيد دائما عم نتمناه من كل الصلاه اللي عم تلتزم اوقات كثير بدعم هالفيلم بصلاه اللبنانيه. ودائما بنقول لكم روحوا حضروا الفيلم بصلاه اللبنانيه، دعموه، لانه هو بحاجه فعلا لكل دعم، خاصه لما بيكون فيلم بهالجوده مثل يا عمري. كل التوفيق ان شاء الله. هذه بنشوفك نحن بنرجع ان شاء الله ب كمان أفلام وأنشطة جديدة. أهلا وسهلا فيك، وتحياتنا للدريم تيم اللي بيكون معك دائما. راح نتابع بعض لحظات مع الشيف حسين، وخليكن معنا.